من درجات الحضيض الإنساني إلى درجات العلو الملائكي. نعم، الصحابة ارتفعوا إلى درجة العلو الملائكي فأصبحوا ملائكة يمشون على الأرض بإذن الله سبحانه وتعالى، بل ربما كان بعضهم أعلى درجة من الملائكة، لأن الإنسان خلق من جسد وروح، فإذا تغلبت الروح على الجسد ارتفع الإنسان إلى درجة الملائكة، وإذا تغلب الجسد على الروح انحط الإنسان إلى درجة الحيوانية، بل هو أضل. ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس، لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها، أولئك كالأنعام بل هم أضل، أولئك هم الغافلون.